1000 صحفي في العالم سقطوا منذ العام 2003 دفاعاً عن الكلمة الحرة، أكثر من نصف هذا العدد في العراق فقط. اعتداءات وانتهاكات مستمرة مع ديمومة الأحداث في بلد لا تهدأ به الأزمات، كسر حاجز الصمت لتعزيز المتابعات والإجراءات القضائية لمكافحة المفلتين من العقاب، مشروع يمضي بمرحلته الثانية ترعاه اليونسكو للحفاظ على أرواح الصحفيين، وبالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات نظمت اجتماعا تمهيديا للمشروع لجمع الأفكار وتنضيجها. هذه النشاطات نسعى إلى أن نأخذ من الصحفيين احتياجاتهم الأساسية، المشاكل التي يواجهونها، وعلى أساسها نضع النشاطات، نخطط النشاطات، لا نأتي بنشاط جاهز لا يعبر بالضرورة عن مشاكل الصحفيين وما يواجهونها. نحن نعلم أن هنالك مشاكل كبيرة، الصحفي حتى اليوم لا يزال يعاني من مشاكل كثيرة. لائحة طويلة من المضايقات التي تعرقل عمل الصحفي، وخصوصا من يتصدر الميدان ويلاحق الأحداث لتوثيقها، أبرزها كتاب الترخيص الأمني رغم إلغائه منذ سنوات. مشاكل اللي يواجهها المراسل الميداني أو الكادر الإعلامي الميداني كثيرة لا تعد ولا تحصى، ربما أبرزها أنه المطالبة بكتاب الترخيص الأمني، لا وهو كتاب عمليات بغداد، على الرغم من إلغائه منذ العام 2015، بالإضافة إلى الاجتهادات الشخصية من قبل بعض عناصر الأمن حتى لا نظلم الكثيرين منهم. الاجتهادات الشخصية هي بعدم إعطاء الموافقات. الإعلاميين بالعراق يحتاجون إلى أنه توعية قانونية بأهمية قانون الإعلام، بكيفية التعامل مع رجال الأمن، بكيفية أنه تداول المعلومة، كيفية أنه المسؤولية الاجتماعية المحافظة عليها، هذه كلها مسؤولية ينهض بها الإعلامي. وبالتالي الإعلاميين قبل دخول هذا السلك لابد من الاعتماد على قاعدة بيانات تهتم بالتوضيح المعارف القانونية وتقويتها لدى الإعلاميين. جميع القضايا التي تتلخص بالاعتداءات والمخاطر طرحت دون حواجز صمت أمام المعنيين بالمدافعة عن حرية الصحافة أو غيرهم من الجهات القضائية والأمنية، وإيجاد الحلول لها هو من أهداف المشروع لتأمين بيئة آمنة للعمل الصحفي في العراق. من بغداد، جابر جمال، قناة الرشيد.